السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة المرحلة الثانية. إن شاء الله اليوم ويانا المحاضرة رقم 8، وهي نقدر نعتبرها المحاضرة الأخيرة بالكورس الأول. هاي المحاضرة راح تكون عبارة عن إكسبلاند، راح نشرح بها أنواع الفيلر. احنا تسبق وتناولناها من أخذ نظريات التسرب أسفل المنشآت الهيدروليكية، اللي هي ثلاث نظريات: نظرية بلاي، نظرية لين، نظرية خوصلة. اليوم راح نتكلم بشكل تفصيلي عن انواع الفيلر اللي يصير او يصيب المنشآت الهيدروليكية نتيجة زحف المياه اسفل هاي المنشآت. راح نتناولها بشكل تفصيلي. الفيلر في اس عنوان محاضرتنا اسمه الفيلر اوف ووتر كريب اندر هيدروليك ستراكشر. شنو انواع الفيلر اللي يسببها زحف المياه تحت المنشآت الهيدروليكية؟ بالمناسبة هذا النوع من الفشل يكون طبعا يتضمن عدة اسباب. اول سبب هو البايبنج، يعني احد انواع الفشل اللي يسبب الكريب اوف ووتر هو البايبنج. البايبنج شو اقصد به؟ لما انه يصير عندي الووتر سيب، عندما المياه تجري اسفل المنشآت الهيدروليكية او بداخل جسم السد نفسه. راح اشوفكم فد مقطع كلش بسيط حلو انه اشتغلوا لطالب يمكن في جامعة كريت. هسه الان خلي اشوفكم اياه. هسه اذا نلاحظ هنا عندنا هذا تجربة عملية لفيزيكال موديل، بس حتى اشوفكم سيفج اوف ووتر. لاحظ هذا سد ترابي ايرث دام بالاوبن شانل مصنع عينه. لاحظ هنا بتلاحظ ان الماء بعد ما ينسلق، شوف هسه خط الكريب لاين شلون بيصير. وهاي حتى توضيح يصير لك بصورة عامة شلون بتشوف خط الزحف او الووتر كريب شلون يصير بالمنشآت. هاي مجرد توضيح بسيط حتى تعرف ان انت لاحظ هسه انواع الفشل. هاي هذا الكونستانت هير، يعني ثبتوه لمن يوصل لحالة الستيدي ستيت فلو. لاحظ منين بيجي، يعني يوصل الى منطقة الداون ستريت من المنبع الى المصب. فهاي نظرة اولية، هاي ان ساتشوريتد اكيد بعدها، وهاي ساتشوريتد يعني تشبعت في المياه. هذا يمثل لك هنا الكريتيك لاين، خط الزحف او الفلونت. هاي تمثيل اولي حتى تعرف انه انت شنو احنا دا نقصد بهذا الموضوع. فهذا هسه راح نجي اول ظاهره، سواء هي نفس الظاهره تحت سواء اسفل المنشآت الهيدروليكيه او داخل، هذا بس حتى توضيح اولي صار بجسم سد ترابي. ايضا نتعامل مع تربه. الووتر سيب اندر ذا بيس، عندما الماء يجري تحت قاعدة المنشآت الهيدروليكية، يعني الأساس الفاونديشن، وكانت هذه القاعدة هي بيرمبل سويل، أكيد هي بيرمبل سويل. وين ذا فلو لاين يتحرك من يعني يتحرك إلى باتجاه الداون ستريم، ذا هيدروليك جريدينت أو إكزيت جريدينت راح شبيه؟ راح يولد لك كريتيكال فاليو أندر سويل. يعني الماء من يتحرك الأب ستريم إلى الداون ستريم، وقوة الدفع مال الماء وفرق الهيدروليكي بين الأب ستريم والداون ستريم، راح يولد لك حبيبات التربة السويل بارتيكل راح تتحرك. فهذا التحرك مال السويل بارتيكل راح شو يولد لك؟ يولد لك بايبنج، يعني وكأنه قنوات صغيرة داخل التربة تمرر أو تسهل مرور المياه من خلالها إلى المنطقة الثانية. The process العملية of erosion اللي تآكل الجروزفي work backward تتجاه الأبستريم، هاي الريزلت شو يسمونها؟ underneath of hydraulic structure راح انه يسمونها البايبنج. حتى نتجنب هذا النوع، ذيس كان يمكن ان نتجنبه او نقلل من عنده، مو نقطع نهائيا، هو بروفدنج نوفر بالابستريم. يعني راح يجيك السؤال مثلا كيفيه مثلا المعالجه، كيفيه انه يعني شلون كل مشكله، كل بروبلم لازم لها حلول. فهاي الحلول مطلوبه، انا حتى مسويت لك اياها بالمحاضره البي دي اف باللون الازرق. وهاي الموضوع من بدايته تفهم لي نظريته يعني بشكل مبسط شنو سببه، بس السبب الاهم يعني ارتفاع او الفرق الهيدروليكي بالمنسوب المياه بين الابستريم والداونستريم، وتحكي لي شوي عن نموذج تربه، فهذا هو المسبب الرئيسي حتى يحدث هذا النوع من الفشل. شلون امنعه؟ مو امنعه بشكل تام وانما اقلل من عنده. بروفدنج اوفر ريتيننج وول او بايل بالابستريم والداونستريم اند. البداون ستريم شو يقلل لك؟ الاكزيت جريدينت. والاب ستريم هسه راح نجي شنو فايته؟ يقلل لك الابلفت بريشر. البروفدنج سفشنت لينث، نوفر مساحه كافيه بالاب ستريم، مو هاي جهه الاب ستريم
يعني خلينا نجي ناخذ في الصوره معينه. لاحظ هسه هذا الابستريم هنا، شو اسوي؟ هاي المنطقه اللي متواجد بها الماء بالابستريم، هاي الارضيه هنا اوفر بها بلانكت، ماده عازله تشبه الماده اللي توضع بالطرق وغيرها، هاي تمنع تسرب الماء بسهوله الى منطقه الداون ستريم، تمام؟ وزيدها، كل ما تزيد طولها لهناك بالاضافه طبعا للكتوف، كل ما يزيد طولها لهناك راح انه شلون اقلل منطقه شلون انه اقلل مثل ما نقول التسرب اللي يصير اسفل المنشآت الهيدروليكيه، احد من عنده، احد من هاي الظاهره. فهاي انواع المعالجه. ثانيا احد انواع الفشل هو الفيلر ريبتشر، كسر الارضيه مال مال يعني المنشئ الهيدروليكي ديو تو ذا ابلفت بريشر. وهاي السائل الظاهره سبق وتناولناها، قلنا هسه احنا باراضينا الاعتياديه دائما نلقى مثلا نصير كسر بالارضيات الاعتياديه مال البيوت الكاشي غيره، نتيجه انه احنا ما نقول ضغط اصعاد وانما نتيجه املاح، فهاي جيولوجيه التربه والتكوينيه ممكن راح تسبب لي فد نوع من الاملاح تصاعد بالتربه، اكيد الغازات متواجده غيرها ابلفت بريشر نتيجه المياه الجوفيه، فراح يصير تكسر بالارضيه مال البيت اللي احنا نسميها الكاشي، فهاي كذلك راح يصير بها تكسر بس نتيجه شنو؟ ضغط الاصعاد. ضغط الاصعاد هذا المين هسه راح نجي نتناوله ونسولف به. حتى اقلل ضغط الاصعاد شنو اسوي له؟ اوفر امبرفيوس فلاور، نفس الحاله اللي وفرتها ايضا بمنطقه الابسدرين، اوفر لها ماده بلانكت او غيرها بحيث امنع مرور الماء بسهوله. ثانيا اوفر ثيكنس كافي للارضيه. ثالثا اوفر بالابسدرين شنو؟ بايل، تمام؟ يعني هذا يقلل لي، يزيد لي خط الزحف ويقلل لي بالتالي الابلفتر البرجر المتولد تحت المنشئ الهيدروليكي. بعدها ريبتشر، الكسر اوف فلاور دو تو ذا سكشن، يؤدي الى القطع ستاندنج ويف او يسموها القفزه الهيدروليكيه، ايضا يصير كسر بالارضيه. فهذا ايضا لازم شنو الى صف الشين تبروف شنو اديشنال ثيكنس، اوفر يعني سمك اضافي للارضيه بالمنطقه اللي تتعرض الى ضغط اضافي نتيجه الستاندنج ويف او احنا نسميه الهيدروليك جمب. بعد سكور النحر من الابستريم للداون ستريم اوف ستراكشر، وقلنا هذا يحدث نتيجه البايبنج او اللي اصلا يعني من تظهر التربه راح يحدث لي بايبنج او من افتح بوابات المنشئ حتى يعبر المي للجهه الثانيه مثل ما نقول ينحر التربه الموجوده. فحتى اتجنب هذا الفشل اوضع بالابستريم والداون ستريم امبرفيوس فلاور. يعني شنو معناها؟ يعني مرات اني هنا يصير السكور مو بس من الكريب ويرفع التربه ويصير السكور ايروجن، وانما مو اكو هنا أي منشأ ببوابات او كذا حتى عبر المي من الابستريم للداون ستريم. فاذا الارضيه هاي انا ما مدعمتها راح مني يسقط عليها الماء بقوه ضغط اضافيه راح يصير بها سكور. فحتى اتجنب ايضا اضيف لها ماده مثل ما نقول امبرفيوس لاير، يعني مثل ماده البلانكت او غيرها اضعها بالداون ستريم حتى من يسقط الماء ما يسقط على حبيبات التربه ويؤدي الى رغوتها وتناثرها بالمكان البعيد، ما يسبب يعني ظاهره يسموها ظاهره السكور، تمام؟ عيني. ثانيا بروفدنج ستيبل ليث، او ايضا ازيد الثيكنس الموجود بالابستريم والداون ستريم، او اوفر سلوب، يعني هنا المنطقه اللي بوفرها بالداون ستريم تكون سلوب حتى انه يجري الماء تحت تاثير الجاذبيه الارضيه واقلل ظاهره السكور. شنو معنى الابلفت بريشر؟ احنا تناولنا هسه نوعين من انواع الفشل، نوع من انواع الفشل قلنا ريبتشر اوف فلاور يود تو ذا ابستريم. الابلفت بريشر شنو معنى الابلفت بريشر؟ الووتر بارتيكل، حبيبات الماء اذا جرت بخط لاين بتوين السوليد بارتيكل اند سويل، تمام؟ هذا اللاين اوف كريب. نجي لما اني هذا اللاين اوف كريب راح يتولد بنوعين من القوى، قوة افقية قوة عمودية، حتى تناسبها تتولد قوة افقية عمودية من الاسفل، فهنا الاستابلايزيشن مال السويل بارتيكل راح تتولد، فراح يسبب لي نوع من الابلفت بريشر. حتى اتجنب نتيجة ايضا الفيلوسيتي سرعة الماء غيرها. فدا انطيك صراحة انا ما حبيت اتعمق لك بنظرية جريان الماء بالتربة، لان انت راح تاخذها بمادة السويل ميكانيك بالتربة ان شاء الله بالمرحلة الثالثة بشكل تفصيلي، لكن القانون اللي يحكم لك جريان الماء بالتربة والفيلوسيتي هو قانون دارسي، فالفي يساوي ان الكي في الاتش على ال، هذا شلون الانحدار الهيدروليكي في البيرمابيلتي مال التربة. فهذا القانون العام اللي يعني شلون يثبت لها، ما احب اخذ لك تفاصيله لان انت ان شاء الله بالمرحله الثالثه راح تاخذه بشكل تفصيلي اعمق. فهسه هنا نجي هاي الفويد اريا راح اسبب لك ابلفت بريشر. حتى نتجنبه شو نسوي؟ نخلي يعني دائما حتى اتجنبه اضيف كاتوف. الكاتوف هو اللي يتحكم لي، كل ما ازيد كاتوف، شوف هسه هنا شنو ضايف بالحاله الاولى؟ ضايف كاتوف.
تمام عيني. شوف الكتوف راح يزيد لك خط الزحف مثل ما تناولناه بالنظريات الثلاثة للزحف، وكل ما زاد فالابلفت برجر راح يقل. شغلة ثانية او اضيف مثلا جدار قاطع، شوف هسه هذا بريتين جول ايضا زاد لي طول خط الزحف، تمام. حتى اقلل الديكريز مال الفيلوسيتي ازيد اللينث مال الكتوف، فكل ما زدت اللينث مال الكتوف راح انه الهايدروليك جريدينت لاين المتولد داخل التربة يكون اقل. هاي ملاحظات تفهمهن كلش اجيب لك اياهن. انكريزنج حتى ازيد بالكتوف، اذا سوين الانكريزنج بالاب ستريم لو بالداون ستريم، هذا بالداون بالمناسبه هنا اكو نقص دي، يعني هنا اكو نقص بالطباعه دي تنتبهوا لها. انكريزنج داون ستريم، عندما ازيد بالداون ستريم الكتوف راح يؤدي لي الى الابلفت برجر بالاب ستريم يزيد، مو بالاب ستريم وانما تحت الارضيه. لكن اذا زدت الاب ستريم كتوف راح نقلل الابلفت البرجر المتولد تحت ارضيه المنشأ. احنا سبق هسه وشوفتكم بالفيديو انه هاي الخطوط اللي سولفنا عليها والكريب لاين وغيره، هو الكريب لاين والاكوبتينشال لاين لما يعني جريان الماء تحت التربه راح يتكون لي هذا النوع من الجريان، هذا احنا نسميه فلونت، يعني شبكه الجريان. شبكه الجريان يعني تعريفها بصورة عامة هذا مطلوب. الفلونت ريبريزنت فلو اوف ووتر، جريان الماء ثروف سويل جرافيكالي، يعني بشكل رسمي هو ماكو شيء واقع وانما بشكل ابلكيشنز انكلودنج كالكوليشن نحسب الابلفت برجر والاكزيت جريدينت اللي احنا سابق وتناولناه هسه بالاعلى، اند هافينج اند بور ووتر برجر المؤثر على المنشأ الهيدروليكي نفسه. فلاحظ هسه هذا عندك منشأ انا مسويته لك باللون الرصاصي وكانه كونكريت، وهذا جريان الماء، هذا باحد البرامج يعني السوفت ويرات يمثل لك. شوف لاحظ هاي المربعات، هذا يمثل لك الفلو لاين، وهاي الخطوط العموديه عليه هاي الاكوبتينشال لاين. ما اريد احب ادخلك بهن وبتفاصيلهن لان ان شاء الله بالمرحله الثالثه بموضوع الفلونت ضمن السويل ميكانيك راح تاخذه بشكل تفصيلي، وعلى اساسه راح تعرف ايش قد توفر مسافات امان كافيه حتى تقلل هذا النوع من هاي الظاهره الابلفت برجر اللي تسبب لي هدم او هدر لهذا المنشأ الهيدروليكي. هنا تكون محاضرتنا انتهت، هي عباره عن محاضره اكسبلان وكذلك محاضره فلسفيه، فاريدك تفهمها بشكل تفصيلي، يعني ولا مو تحفظ ليها وانما تفهم انواع الفشل وتقرا لياهن بشكل تفصيلي، وكذلك with sketch يعني هاي الرسومات مطلوبه. يعني حتى لو مثلا لاحظ رسمت لك اياها بالاخير بس هنا تجي تقول لي ربتشر وزياره ثيكنس اب ستريم، حاول ترسم لي هذا الرسم ايضا وتخلي لي مثلا سمك الداون ستريم اعلى او سمك الاب ستريم اعلى، حتى انا افهمك انه يعني انه انت من تشرح لي وتنطيني فلسفه الحل لهذه الظاهره ولهذا الفشل اني تايب اوف فيلر لتعرف شنو تفصل لي. ان شاء الله التقيكم بمحاضرات اخرى ان شاء الله ضمن الماده، واذا اي سؤال او استفسار تقدرون تراسلوني على القناه. دمتم بامان الله وحفظه.